أهلا بكم. استطاع خبي لايم في غضون أشهر قليلة أن يكسب اهتمام الناس وعموم الجمهور الذي يتابعه على منصة تيك توك من خلال طريقة استعمال يديه وملامح وجهه ولغة جسده، ساخرا من بعض فيديوهات مواقع التواصل الاجتماعي السخيفة، ليصبح أشهر مشاهير الانترنت وأكثرهم تقليدا. ولد خبي البالغ من العمر 21 سنة في السنغال قبل أن ينتقل مع أسرته الفقيرة إلى إيطاليا، كما أنه ظل يعاني مرضا له صلة بعصر القراءة، ليتسلح عقبها بصمته ويربح حب الناس ويظفر بعطفهم، إلى درجة أن الكثيرين من محبيه يقلدونه في أكثر من مناسبة. كما عمل نجم التيك توك في عدة وظائف في السنوات الأولى من عمره بسبب قلة ذات اليد، إذ اشتغل منظف نوافذ ونادلا في مطعم وعمل بناء من أجل ضمان قوت يومه، إلى أن حلت جائحة كورونا وأغلقت الأبواب في وجهه ودفعته إلى الحجر الصحي مكرها. ومن هنا بدأ يشتغل في التيك توك. هذه الظرفية الصعبة اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وحتى نفسيا ابتدع فيها خابي في 20 مارس 2020، ليغزو وجهه وملامحه وإيماءاته الفريدة منصات التواصل الاجتماعي دون أن ينطق بكلمة أو ينبس بانتشافه. هذا وجعلت كثرة المتابعين ينافس أشهر مشاهير العالم، بل ويتفوق عليهم رغم المحتوى التبسيطي الذي يقدمه على منصة التيك توك، ساخرا من فيديوهات غير منطقية، ليتحول بعدها من شاب فقير حبيس في غرفة إلى مليونير بفعل ملايين المشاهدات التي تحظى بها صفحته، إذ يملك أكثر من 100 مليون متابع على تيك توك، لتتجاوز بذلك ثروته 1 مليون دولار. المشاهد تي في، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.